تلتقط هنا ما تريد وتراقب هناك ما يلفت الانتباه لأجل التوثيق. تسير في خطواتها وتتحدى كل معوقات العمل والعرف الاجتماعي وتدخل بقوة حتى تنجز مهمتها التطوعية في ساحة الاعتصام وسط الديوانية، وهي توثق كل ما يدور من فعاليات مجانا إيمانا منها بأن ذلك دور تشارك من خلاله إخوتها في مطالبهم المشروعة. جيت حضرت المظاهرة بس صورت أول يوم وثقت بتليفوني، ردت أشوف الوضع شنو وضعية التظاهر بالشارع. يعني شفت النقل للمظاهرة كلش قليل، يعني جزء قناتين أو ثلاثة جاءت تنقل صوت الناس، حبيت أنقل صوتهم بس بصورة ثابتة، وأنه هو صورة فوتوغرافية وأنشرها على مواقع التواصل حتى الناس يعني يوصل صوتهم، الناس تشوفهم. الشابة نورس التي تعمل في التصوير الفوتوغرافي بعد أن أسست استوديو صغير خاص بها بعد أن عجزت في الحصول على تعيين حكومي، رسمت لنفسها مستقبلا وعملا فيه مردودا مالي يجنبها الجلوس في البيت ونسيان سنوات التعب خلال دراستها وتخرجها من كلية الإدارة والاقتصاد، وهي لا تقل شأنا عن ما خرج لأجله الشباب وطالبوا به. خريجة صار من 2008 لحد الآن، تعيين ماكو، أكيد تعرفون هذا الواقع بالعراق، فيعني قررت أطلع عن شوية للواقع، تقدمت على تعيينات، طبعا ماكو تعيينات، من تخرجت لحد الآن قدم ونفس الشيء، فتحت مشروعي خاص بي هو تصوير فوتوغراف وفيديو. زميل المصور ظل مرافقا لنورس وهي تلتقي الصور للناس وتجالسهم ليروا صورهم وبساطتهم فيها وتخبرهم بأنهم سيحصلوا عليها من خلال نشرها عبر مواقع التواصل. أجمل ما في الأمر أن الجميع قد تعود على نورس في ساحة الاعتصام، وهي اعتادت أن تنهي عملها مبكرا لأجل الحضور وتوثيقهم. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.